قدم هذه الجوائز في 30 ميدان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرر سموه أن تكون سنويا في هذه الميادين. شكرا لأبو سعيد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة مع هذه الانطلاقة الأولى. الشوط الرئيسي لفئة الأبكار يتحرك لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. نرحب بكل الأخوة الحاضرين والمشاهدين الأعزاء. هذا فريق العمل يحييكم بأجمل تحية، محدثكم سالم بن ركاض العليلي وزميلي أيضا محمد بن سعيد بن معدن. على بركة الله ننطلق مع أول الأشواط، ومدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي أعلن عن حركة الشوط الرئيسي. نذهب إلى المقدمة لنتابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، من يتواصل مع المشاركات ومع الإثارة ومع التحدي. النقلة التالية على المركز الثاني على الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير على التضمير. نقلتنا التالية على المركز الثالث، النقلة التالية على المركز الثالث وثالث المراكز أيضا الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. الخامس الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد. الله يا راشد، راشد بن حميد بن واسي يقدم اللمسة في هذا التحدي في هذا الشوط، ولكن مطيله على المركز الأول، مطيله لمسة. الناموس وين؟ الناموس وين؟ هل يتوجه؟ هل هو يذهب إلى العوية ولا الزعبيل؟ الزعبيل، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. التهاني أيضا موصولة للمضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. نهنيه في أول الأشواط الرئيسية. صباح الخير يا أبو محمد، صباح الناموس، صباح الانتصار، وصباح أيضا الزعفران. تهانينا والناموس. المركز الثاني راشد بن حميد ابو الواسل. المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن محمد رايد المكتوم. والرابع خليفه بن عروف الاستبي. والخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. للاسف التوقيت